الغوريلا تتميز بطريقة غريبة في الدفاع عن نفسها، وهي تشعر بالتهديد عند التحديق بها وتقوم بالتحديق بذلك المتطفل. تتوقف أولا وتواجه المتطفل عليها، بعدها تركض نحوه على قوائمها الأربعة. تحاول أيضا إخافة الحيوانات الأخرى بواسطة ضرب صدورها بيديها وتكشر عن أنيابها. كانت الغوريلا في الماضي تعتبر شرسة وقاتلة، لكنها حيوانات رقيقة بالفعل. تعيش الغوريلا في مجموعات عائلية وتقوم ببناء أعشاش جديدة كل ليلة للنوم عليها من الحشائش وأوراق الأشجار، وأحيانا تضع أوراق الأشجار على رأسها لمجرد التزين. لكن الحيوان السري لا يرتدي أي قبعات. قد يكون حيواننا السري من الحيوانات الرئيسية كالغوريلا.